اشتكى مواطنون في منطقة عين الباشا من تراكم النفايات بين الأحياء السكنية وعلى جوانب الطرقات، ما يشكل تهديداً لصحة المواطنين في ظل تدني مستوى الخدمات البلدية على حد تعبيرهم. المواطنون أشاروا إلى أنهم قدموا العديد من الشكاوى لكن دون جدوى. من جهتها حاولت رؤية التواصل مع رئيس بلدية عين الباشا الذي اكتفى بالقول بأن المنطقة خارج اختصاص البلدية، متنصلاً من التعامل مع هذه القضية التي تهدد سلامة المواطنين. إن أكثر من 10 سنوات نعاني من هذه المكرهة الصحية اللي نتجت عن عدم الاهتمام من بلدية عين الباشا ولجنة خدمات المخيم ووكالة الغوث، وهذا الإهمال أدى إلى وجود هذه المكرهة اللي زي ما أنتم شايفين قوارض، كلاب ضالة، أفاعي، أمراض، تجمع للنفايات، بما يؤثر بشكل سلبي وبشكل كبير على المعيشة في هذه المنطقة. تجمع القوارض والكلاب الضالة مما يؤثر سلبا على حياة القاطنين في المنطقة، وهذا ينتج عن ضعف التنسيق الفعال أو عدم التنسيق الفعال بين المؤسسات ذات العلاقة. شكينا أمرنا أكثر من جهة عن هذه المنطقة وما حدا استجاب منا. كل يوم بولعوا نار والريحة تصير تخنق، وعندنا أولاد صغار يصير معهم حساسية.